شفتهم المدرسين اللي هو المسائي. Good morning. I'm teacher Saya Mahmoud for Genius Online School. Today, إن شاء الله هنكمل dictation على lesson 3 and 4. بعدين هنكمل lesson 3 and 4 unit 4. Unit 4 prep 2. Okay. الكلمة اللي بعدها يا جماعة a verb يرن أو يدق. عايز التلات تصريفات. يرن أو يدق. عايزين التلات تصريفات. يرن أو يدق. عايزين الثلاث تصريفات. يرن أو يدق. ثلاث تصريفات. اكسلنت يا لوكا. اكسلنت يا شوشو. وانا همس حاضر هشوف. اكسلنت يا دودو. اكسلنت يا بطوطة. انا مش كده بقى فاتحه الشات، فايه اللي بيجي قدامي بشوف. انا بعد ان اكسلنت يا ريندا. اكسلنت يا حلا. اوكي. اكسلنت يا توتا. اكسلنت يا لوكا. اكسلنت يا مازن. اكسلنت يا دودو. اكسلنت يا هو بطوطة. ايه الفرق ما بين التصريف اللي هو الماضي والتصريف التاني؟ رانج رانج. طيب انت قلت الكلمة. بقى يوسف بس ما كتبش. اكتب التصريفات يا يوسف. اخر كلمة معانا ضخ، وعايزين المرادف والمضاد. ضخ وعايزين المرادف والمضاد. اكتب يا يوسف التصريفات بتاعة الفيرب. بس ينفع اكتب اخر كلمة دي عشان لان انا قفلت الكاميرا بتاعت التاب لانه تقيل عليا. اوكي. اسمها ايه بقى؟ مثلا ضخم ضخم. عايزين المرادف والمضاد. ضخم نريد المرادف والمضاد. سنين and antonym. انا مش الكلمة تاني. ايه يا يوسف؟ اخر كلمة كانت يا رنا ودوك صح؟ يس. اخدنا بعدها كلمة اللي هو ضخم. عايزين المرادف والمضاد. اكسلنت يا لوكا. لو حد فتح الكاميرا يندهلي. ماشي. اكسلنت يا توتا. اكسلنت يا مازن. بس اهو اوكي. وريني مضاد يا حلا. وريني مضاد يا ريموندا. اكسلنت يا حلا. معلش يا سكن اخر كلمة. اكسلنت يا جماندا. ضخم والمرادف والمضاد. هبعتها لك بس انتي عندك يا شوشو اخر حرف ده خطأ مطبعي صح؟ اه انا قصدي هي تبقى واي تي اكسلنت يا اي ان يوسف. ايه يا ستبقى واي. اكسلنت يا شوشو. ايه حد بيقول حاجة يا مس؟ اوكي كده خلصنا الديكتيشن الحمد لله. نرفع ايدينا كلنا بقى بسرعة عشان نلحق دول. الفصل كله يرفع ايده. يس يس شوف كده. well done. اوكي كان بقينا ال definitions. بس قولي ان انا اخر واحدة. ايه انا اخر واحدة. معلش بقى هنعمل ايه يا بنتي؟ قضاء وقدر. ده مش هو الدرس ده. unit كام دي؟ اللي انا فتحها دي unit 3. اوكي في حد لسه ما رفعش ايده؟ مين؟ كي نبدأ بالديفينيشنز. اتفضلي يا توتا. اول ديفينيشن. بصي أنا يا يوسف احنا بنرفع ايدينا
كلنا بنرفع ايدينا الحصة كلها، بيبقى هو ده الدور اللي احنا بنمشي بيه، نمشي بدور رفع الايد. اوكي، عشان بعد كده تبقى عايز تجاوب بدري ترفع ايدك بدري. بس انا فضلي جاي، انتوا صوت اللي طلع لي اول حاجة. انا جاي لي حالة. ايوه بس نفس الحاله، الحالة مش عارفة بعدين تقع. انا، حالة التالتة عندي. ازاي مش حالة رفع كده؟ قولي معلش، امشوا بالترتيب اللي عندي عشان خاطري. اوكي. اتفضلي يا توتة. طب كوين مس انا كده عندك بعد مين؟ انتي لوكا بعد حالة، اه يس طيب، بعد يعني حالة، مس الدور تقى شيرين حالة ملك. يس. اه تمام. coins small flat pieces of metal usually round and shape that we use شيب as money. pieces of money made of metal. يبقى الكوينز اللي هي العملات المعدنية، بيقول لي قطع من معدن صغيرة وفلات اللي هي ايه، مسطحة، عادة بتبقى ايه شكلها دائري وبتستخدم كفلوس يعني، او هي قطع من المال مصنوعة من المعدن. اوكي شوشو، تمام. Thank you. A model of a person, a picture of someone. يبقى figure اللي هو نموذج أو تمثال بشري، بيقول لنا هو نموذج لشخص أو صورة حد يعني. حالة Okay, masks something people wear to cover protect their face. يبقى الماسك اللي هو القناع، يقول لي حاجة الناس تلبسها عشان تغطي أو تحمي وشهم. لوكا تمام. necklace jewelry you wear around your neck. اوكي، يبقى هو ايه، عقد بيتلبس او مجوهرات بتتلبس حوالين الرقبة. مازن، مازن يا مازن. طيب بطوطة، تمام. بطوطة وريموندا can دايما you بتبقوا ورا بعض، سبحان الله. يس اتفضلي يا بطوطة. تمام. yes. a piece of equipment you can use to make or repair things. اكسلنت، يبقى التول اللي هي أداة أو آلة، اللي هي قطعة من المعدات بتستطيع ان انت تستخدمها علشان تصنع حاجة او تصلح حاجة. اوكي ريموندا، holding the flower. أجين يا ليموندا، صوتك بعيد قوي. used for holding the flowers. يس اكسنت، يبقى باز اللي هي زهرية، اللي هي إناء من الفخار بيستخدم علشان ايه، يحوي الزهور. اوكي دودو، يا دودو دودو، معلش يا مسكة المحل. اوكي كلاي، تمام. A type of mud, earth and water. It's soft when it's wet, but becomes hard when it's dry. And you can make things with it. اكسلنت، يبقى كلاي اللي هو الطين او الصلصال، بيقول لي هو نوع من الطين اللي هي ايه، تراب في الشارع ومي. اتس هي بتكون ايه، ناعمة ولينة، ولكن بتصبح ناشفة او صلبة كده بعد ما تنشف، تبقى صلبة بعد ما تنشف. وايه بيقول، تقدر تصنع بيها ايه، اشياء كتير. اوكي يوسف،
يوسف يا يوسف. دورك يا يوسف. يوسف ايوه ايوه عارف احنا فين ولا لا؟ تليفون شوية. ايه عارف احنا فين؟ لا مش سامعاك يا يوسف، صوتك بعيد قوي. ايوه بس دلوقتي كده حضرتك سامعني؟ يس كده واضح صوتك كويس. تمام. ليه مش عارف احنا فين بقى؟ احنا في بيرث صح؟ فين؟ ايه؟ احنا في قول قبل تاني. الأخيرة بابايرز؟ لا اللي قبلها. ديزاين. أنا سألكم واحدة design a pattern used to decorate something. يس، يبقى الديزاين هو تصميم بيستخدم لتزيين حاجة معينة يعني. مازن؟ تمام يا مس. مازن؟ Papyrus يس a اتفضل. type of paper made of plants that was used in ancient Egyptian. يبقى بابايرز اللي هو ورق البردي، بيقولي هو نوع من الورق بيصنع من نبات كان بيستخدم في مصر القديمة. توتا؟ Sent an insect Egyptian gem. ancient. Ancient Egyptian gem. يس، يبقى هي لعبة مصرية قديمة. اوكي مكناش اخدنا ال prefixes و suffixes صح؟ لا اخدناهم ال prefixes و suffixes. اوكي هناخد ال general notes و reading and listening. ايه الفرق بين tool و instrument؟ قال لي tool معناها عدة، أدوات بسيطة تستخدم لعمل مهم. أوكي قال لي a hammer is a tool. A hammer is a tool. طب instrument؟ قال لي لا، instrument بقى ده جهاز أكثر تعقيدا، أو آلة موسيقية، أو أدوات طبية للإسعاف. يبقى هنا إيه كلمة instrument دي؟ حاجة إيه؟ جهاز فعلا يعني، مش just tool يعني. فقال لنا a piano is a musical instrument، يبقى البيانو هو آلة موسيقية. Okay, the dentist used an instrument to pull out my tooth. يبقى الدكتور الأسنان بيستخدم آلة أو أداة طبية علشان إيه؟ يفري السنة بتاعتي. Okay. أما الهامر اللي هو المطرقة أو الشاكوش يعني، ده ايه؟ tool. طيب ايه الفرق بين made of و made from؟ made of و made from. قال لي لما تبقى الحاجة اللي بصنع منها بيبقى نفسها بعد التصنيع، يعني مش بتتغير بعد التصنيع، ساعتها هستخدم made of. قال لي لكن لو الحاجة دي بتتغير بعد التصنيع ساعتها هستخدم made from. يعني ايه يا مس؟ قال لنا مثلا الفخار أو الكلاي. قال لي these bowls are made of clay، يبقى الأواني دي مصنوعة من الفخار. هل قبل التصنيع الفخار ده كان حاجة تاني أو مصنوع من الطين؟ هل الطين ده كان مش طين يعني وتغير وبقى طين؟ لا، هو كان نفسه شكله قبل ما يتصنع وبعد التصنيع، فضل طين زي ما هو. طيب made from، قال لي glass is made from sand، الزجاج مصنوع من الرملة. هل بعد ما بنصنع الزجاج بيبقى عندي أي شكل رملة أصلا؟ ولا الرملة بتختفي وبتبقى زجاج؟ تبقى زجاج. yes، فكده ايه؟ الرملة بتختفي. يا لوكا حاولي تشحني التابلت عشان احنا هنبدأ بالجرامر الأول قبل الريدنج، عشان جايلكوا في الامتحان.
تمام، ممكن يبقى كده تحلي حاجة لو بقى على أي بالموبايل. واحدة؟ هو ضمن يونت الواحدة اللي احنا 3، فيها دي؟ يس يونت 3 ويونت 4 لغاية اللي هناخده النهاردة إن شاء الله. اوكي يا جماعة، يبقى لو حاجة اتغيرت بتاخد made from، لو حاجة متغيرش بتاخد made of. طيب بعد كده عندي قال لي used for وبعديها ing، اما used to بيبقى بعديها ال infinitive. طبعا هما الاتنين قبلهم verb to be، verb to be بعدين used for بيجي عليهم ال verb مضاف فيه ing. طيب verb to be و used to قال لي بعديها ال infinitive، يبقى ناخد بالنا لما يكون في for حطينا ال ing، لما كان عندي to حطينا ال infinitive. تمام، قال لي papyrus was used for writing، ورق البردي كان بيستخدم للكتابة، شايفين for writing. طيب كلاي was used to make pots for cooking، كان بيستخدم لصناعة الأواني الفخارية للطهي، يبقى هنا to جه بعديها ال infinitive، أما for جه بعديها ايه ال ing. بعد كده عندنا important expressions and prepositions، بيقول لنا ايه paint around their eyes، كانوا يقومون بالطلاء حول أعينهم. travel home travel home travel home، يسافر عائدا إلى أرض الوطن. mix ingredients يعني يمزج أو يخلط مقادير. Watson يعني ما الشيء المعروض. Look good يعني يبدو جميلا. Take a photo يعني يلتقط صورة. طيب prepositions بقى، protect from يعني يحمي من، يحمي حاجة من حاجة أو حد من حاجة. For a long time يعني لفترة طويلة. Keep away يعني يبعد. نذاكر ال prepositions كويس هي وال expressions عشان بيجي عليها أسئلة في الامتحان. On the web page على صفحة الإنترنت. Walk into the museum يعني يمشي في المتحف. On the floor يعني على الأرضية. Take off my shoes يعني يخلع الحذاء. Take off my shoes يعني يخلع الحذاء. ناخد بعد كده الجرامر، ولو زاد وقت هنرجع ناخد الريدنج. اوكي 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 الجرامر بتاعتنا لذيذة. عندنا ايه؟ past continuous tense زمن الماضي المستمر، زمن جميل. وعندنا الفعل المساعد من موجود في التكوين بتاع السؤال بتاعنا او بتاع الزمن بتاعنا، فبننفي ونعمل استفهام سهل جدا براحتنا. عندنا اول حاجة ايه؟ التكوين بتاع past continuous tense. past continuous tense زمن الماضي المستمر، معناه ايه؟ معناه ان حاجة كانت مستمرة لوقت محدد في الماضي لمدة، يعني حاجة كانت فضلت مستمرة شوية كده في الماضي. في الأغلب يا جماعة ال past simple وال past continuous مش بيجي جملة كده لوحدها، بيبقى أي حد بيحكي موقف أو بيحكي قصة أو بيحكي حاجة كانت حاصلة وفي أكتر من حدث في الموضوع، فبالتالي بنستخدم أكتر من زمن في الجملة بتاعتنا. فساعات بتبقى الجملة نصها في ال past continuous ونصها في ال past simple. نفتكر أول إيه هو ال past simple قبل ما ناخد ال past continuous. ال past simple كنا واخدينه مع بعض، اللي هو ال subject والتصريف التاني للفعل. subject والتصريف التاني للفعل ده ال past simple. طب النهاردة عندنا ال past continuous. past continuous زمن الماضي المستمر بيتكون من إيه؟ الماضي المستمر اللي بيتكون من السبجكت زائد verb to be زائد ال ing. subject verb to be ing، طبعا هنقسمهم بقى مفرد وجمع. قال لي مع المفرد I he she it أي subject singular أي فاعل مفرد
قال لي بياخد verb to be. ايه شكل verb to be في الماضي المفرد؟ قال لي was، يبقى verb to be في الماضي ومع المفرد شكله was. فكده عندي subject مفرد بعدين was بعدين الverb هنضيف له ing. ده بالنسبة للمفرد. طب بالنسبة للجمع يا مس، قال لي we you they وفاعل جمع. مين verb to be في الماضي وجمع؟ where، يبقى معاهم where وبعدين المصدر وبعدين ال ing. نركز، واللي مش فاهم يقول لي عيد تاني. يبقى كده ال past continuous بيتقسم لاتنين في التكوين، واحد مع المفرد واحد مع الجمع. المفرد اتفقنا بياخد was، أما الجمع بياخد where. طيب مين هما اللي بيجوا مع was؟ I he she it وأي فاعل مفرد. بيجوا مع ايه دول؟ بيجوا مع was وبعديهم ايه؟ مصدر الفعل مضاف ليه ing. وناخد بالنا ال ing بتاعتنا دي قاعدة معانا طول الزمن، سواء في نفي في استفهام في إثبات، كله معايا ال ing قاعدة مش بتمشي. ليه مثل مش بتمشي؟ عشان ال verb to be بتاعي اللي هو was و were دول برضو قاعدين معايا مش بيمشوا، بما ان هما دول السبب في ان ال ing تيجي وهم موجودين دايما، يبقى ال ing بتاعتي هتفضل موجودة دايما. طيب يا مس ادينا example. قال لنا I was eating my dinner. I was eating my dinner يعني أنا كنت إيه؟ بتناول عشائي. كنت بتناول عشائي. I فاعل أهو، بعدين verb to be was، بعدين verb أهو infinitive مضاف لي ing، وبعدين باقي الجمل. مثال تاني، قال لي they were studying math. They were studying math، هما كانوا بيذاكروا math، رياضيات. يبقى زي جمع، أخدت وير، ضفنا ال ing أهو، باقي الجملة عادي جدا. أوكي، مثلا أقول عليكم أنتوا they were studying Arabic. عندكم امتحان عربي؟ Yes. Yes. يبقى you، أقول لكم أنتوا you were studying Arabic. يبقى انتوا كنتوا بتذاكروا عربي علشان عندكم امتحان عربي، صح؟ يبقى ده حدث كان ايه؟ مستمر الوقت في الماضي. اوكي، ده بالنسبة للتكوين. في حاجة مش مفهومة في التكوين؟ كله تمام. اوكي طيب يا جماعة، لو عايزة انفي الجملة بتاعتي في الباست سيمبل هعمل ايه؟ حط مين نوت يقول لي؟ هنحط نوت. بنوت هنحط نوت لمين؟ ل verb to be. yes excellent. يبقى نحط نوت ل verb to be. اتفقنا في الانجليش لما نيجي ننفي الجملة بندور على ال auxiliary verb الفعل المساعد ونحط له ايه؟ نحط له نوت. فهنا عندي اصلا فعل مساعد في الجملة اللي هو was or were، اللي هو verb to be في الماضي was or were، فبالتالي لما نيجي ننفي هنضيف لهم نوت بس، مش هيحصل أي تغييرات تانية في الجملة. سوري. فهنا مع المفرد بدل ما كان subject was وال ing بقى subject was و not وال ing. شايفين يعني نفس اللي فوق ده كله نزل زي ما هو، ضفنا بس عليه ايه؟ ضفنا عليه نوت. مع where نفس الفكرة، الفاعل الجمع where و not وبعدين ال ing بتاعتي زي ما هي ما اتغيرتش. فقال لي ايه؟ I wasn't eating my dinner. انا ما كنتش باكل العشاء. شايفين الفرق بين جملة فوق وجملة تحت؟ بس ضفنا نوت. طيب they were not studying math، هما ما كانوش بيذاكروا رياضيات. ضفنا لها ايه؟ ضفنا لها نوت بس. انا قلت عليكم ايه الجمله اللي قلناها؟ you were studying Arabic. meaning فيها you were studying Arabic. اوكي، في بنوته قالت اول واحده، اتفضلي يا بنتي اول واحده. أنا yes يمس. تفضلي. هتبقى you weren't studying Arabic. yes excellent. you went studying Arabic.
يبقى فهمنا ازاي بنمشي يا جماعة في فاست كنتينيوس. تمام. طيب لو عايزين نعمل yes or no question نعمل ايه؟ ديت ليه دي؟ ما احنا عندنا بيرد بتقوليها ايوه تبقى وبيرد. was aware was aware yes، يبقى هنعمل cross، برضه نفس هنطلع was aware بره وندخل برضه، السبجكت بتاعنا go. ايه بس برضه هيبقى المصدر هيبقى just ing. yes، هتفضل ال ing معانا زي ما هي. يبقى عملنا ايه عشان نعمل yes or no question؟ عملنا كروز بس، يعني شايفين التكوين اللي فوق ده معانا اهو، يعني نمسح الشرابيط دي. التكوين اللي فوق ده عملنا فيه ايه يا مس؟ عملنا بس كروز، ما عملناش اي حاجة تاني. طلعنا was aware بره ودخلنا subject جوه، وال ing بتاعتي تفضل قاعدة زي ما هي. فبقى تحت اهو ال yes or no question was aware، وبعديها subject، وبعدين مصدر فعل مضاف ليه ing. بقى كده احنا عملنا ايه؟ just عملنا cross، طلعنا ال verb to be بره ودخلنا ال subject بتاعنا جوه. فاداني example، قال لي was she holding a camera؟ هل هي عندها كاميرا أو ماسكة كاميرا؟ yes she was or no she wasn't. فبدأنا هو was، بعدين ال subject، بعدين ال ing. الإجابة تبقى ب yes أو no، وبعدين ينزل ال subject، بعدين ينزل الفعل المساعد عندنا، وفي النفي بقى ايه بنضيف لهم not، فبقت yes she was or no she wasn't. ده example تاني. Were they watching TV؟ هل هما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون؟ Yes they were or no they weren't. طيب يوسف اعمل لنا yes or no question على أول جملة بتاعت I was eating my dinner. يوسف، يا يوسف، يوسف سمعنا؟ اوكي، أنا مش سامعها دلوقتي. اعمل yes or no question يلا على أول جملة تمام. لا I was that eating I my was dinner. yes. عايزين yes or no question. تمام. قلنا ازاي بنعمل yes or no question. عايز بس بفكر فيها. Was you eat my dinner? Was you a Eating my dinner? yes, excellent. Was you eat my dinner? Your dinner بقى. Okay. Was you eating your dinner? يبقى عملت ايه يا يوسف؟ اشرح لنا. اشرح لنا عملت ايه يا يوسف؟ يا جو حطيت فوز في الأول حطيتها ليو وحولت ماي ليور ليو ودينر زي ما هي وإيتينج بقت يس، إيتينج. ايتينج زي ما هي ايتينج. أيوة اوكي اوكي لوكا عامل لنا تاني جملة بتاعت they were studying math. بس بصي، هو انا صراحة متلخبطة في الشرح شوية، فممكن تعدي؟ انا قلت لما هو يحل هفهم، بس لا ما فهمتش لسه. انتي لوكا؟ اه اوكي طيب حاولي تعملي دي معايا كده. they were studying math، فانا هنعمل cross يا لوكا. اعملي cross كده.
يا لوك نعم يا مس. هنعمل كروس، هنعمل كروس ازاي؟ هنطلع ايه جوه وندخل ايه جوه بره؟ ايوه والجملة ايه دي بتاعت زي we're studying math. اتفقنا عشان نعمل yes or no. انتي متلخبطة في yes or no question ولا متلخبطة من اول الشرح ولا ايه؟ معرفش، انا متلخبطة عموما، مش عارفة اعملها. طب فهمت ازاي كوناها؟ كونا الجملة ازاي؟ جبنا لا فاعل، متلخبطة. بعدين verb، جبنا فاعل subject، بعدين فاعل المساعد اللي عندنا verb to be، بعدين ال verb اللي بعده جبناه وحطينا له ing، يبقى عندي فاعل بعدين فاعل مساعد بعدين ال verb مضاف ليه ing. اوكي، تمام. قلنا لما نيجي نعمل yes or no question هنعمل cross، هنطلع ال verb to be بره وندخل ال subject جوه، وباقي الجملة عندي هتفضل تمام. زي ما هي. اعمليها بقى. تبقى where they studying math. Yes, excellent. Where they studying math? Yes, excellent. في أي حد مش فاهم تمام. يا جماعة عملنا إيه؟ كده فاهمة ولا في حاجة مش واضحة بالنسبة لك؟ لا كده تمام. جميل. في أي حد مش فاهم؟ طيب ريموند، اعمل لنا الجملة اللي فوق اللي أنا كاتباها you were studying Arabic. تمام. Were you studying Arabic? Yes, excellent. Were you studying Arabic? Yes. طب لو عايزين نجاوب على السؤال ده يا توت هنجاوب نقول ايه؟ أناس Yes. هنقول yes I wear or no I wear I was بقى مش where. I was Yes, excellent. تمام، عايزين نعمل بعد كده WH question. ال WH question قال لي هننزل ال yes or no question زي ما هو وهنضيف قبله كلمة استفهام. طيب يا مس نشرح بالراحة. اتفقنا في yes or no question عملنا cross، طلعنا verb to be بره، دخلنا ال subject بتاعنا جوه، وبعدين ضفنا ال verb وحطينا له ing. فقال لي ده نفس الفكرة اهو، was aware جت قبل السبجكت وبعدين الفيرب فيه اي ان جي زي ما هو. ايه اللي حصل زيادة؟ قال لي اللي حصل زيادة ان احنا حطينا كلمة استفهام في الاول خالص، question word. يبقى question word عشان اعمل yes or no question هبدأ ب question word كلمة استفهام، بعدين الفعل المساعد بتاعي اللي هو verb to be was or were، وبعدين السبجكت الفاعل لو مفرد مع was او جمع مع were، وبعدين الفيرب مضاف لي اي ان جي. تمام، فاداني مثال قال لي what were you doing at 5 o'clock yesterday، كنت بتعمل ايه الساعة 5 امبارح؟ يبقى شايفين اهو بدأنا بكلمة استفهام what، بعدين فعل مساعد where، بعدين فاعل you، بعدين الفيرب مضاف لي اي ان جي doing، وبعدين بقيت الجملة بتاعتي عادي جدا. هل I was doing my homework، كنت بعمل الواجب بتاعي. طب another example، هل what was she doing yesterday evening، هي كانت بتعمل ايه امبارح في المساء كده؟ قال له she was brushing her teeth، كانت بتغسل أسنانها. اوكي، واضح. طيب نرجع لورا كده، دودو اعمل لنا yes or no WH question بقى جملة I was eating my dinner. دودو What were you eating? what were you eating؟ Yes, excellent. طيب مازن اعمل لنا WH question على الجملة دي، they were studying math. مازن what where they study
they study. Yes, what were they studying؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا كلمة استفهام what، بعدين عملنا cross هنا، طلعنا where، بعدين دخلنا they، وبعدين كملنا الجملة، بقت what were they studying. طبعا مش هنقول math عشان هي دي الإجابة، قول they were studying math. في حد يا جماعة مش فاهم ال WH question؟ لا يا مس، اوكي جميل. بعد كده عندنا الاستخدام بتاع الزمن. قال لي ال past continuous tense، الزمن الماضي المستمر، بيستخدم للتعبير عن حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي، حاجة كانت مستمرة لوقت معين في الماضي. فقال لي I was watching TV at 6 o'clock yesterday، يبقى في الوقت ده امبارح أنا كنت بعمل ايه؟ كنت بتفرج على التلفزيون، يبقى حاجة كانت مستمرة في وقت ايه؟ معين في الماضي. طب ايه كمان؟ قال لي ممكن يكون جملة عندي فيها أكتر من زمن، جملة ماضي مستمر وجملة ماضي بسيط مع بعض. فقال لي يستخدم زمن ماضي مستمر أيضا للتعبير عن فعل كان مستمر في الماضي وقطع وحدث آخر قصير. اللي كان مستمر ده في زمن الماضي المستمر اللي احنا لسه واخدينه النهاردة past continuous، والحدث اللي قطعه ده القصير ده موجود في زمن الماضي البسيط اللي هو past simple، اللي هو ارتفعنا بيتكون من subject والتصريف التاني للفعل. تمام يا جماعة؟ يبقى كده بقى عندي جملتين، جملة فيها حدث كان مستمر وجملة تانية حدث قصير قطعه. طيب يا مس example عشان نفهم. قال لي while I was doing my homework the telephone rang، يبقى بينما أنا كنت بعمل الواجب بتاعي التليفون رن. فين الحدث اللي كان مستمر؟ ان انا كنت بعمل الهومورك بتاعي، صح؟ احنا حاطينه Yes. هو في الباست كونتينيوس، اهو في فيرب تو بي والاي ان جي، يبقى ده باست كونتينيوس. طب ايه الحدث اللي قطعه؟ ان التليفون رن، يبقى ده الحدث اللي قطعه، يبقى هو ده يتحط في الباست سيمبل الماضي البسيط، يبقى يتحط اهو السبجكت وبعدين التصريف التاني للفعل. فبقى دي جملة الماضي البسيط ودي جملة الماضي المستمر، يبقى الحدث اللي كان مستمر بيتحط في الماضي المستمر، الحدث اللي قطعه بيتحط في الماضي البسيط. اوكي تمام، واضح يا جماعة؟ بس يعني قال لي الحدث اللي كان ناخد بيتعمل وبيتقطع بحاجة ده يبقى ماضي بسيط past simple. اللي قطع ده هو الماضي بسيط. تمام، لكن لو ما تقطعش اللي ما تقطعش، اللي اتقطع ده ماضي مستمر، واللي قطع ماضي بسيط. بص عشان نلخبط باقي العيال كده. بص انا يا شوشو، دماغي مش انت بتاعت شوشو برضو دلوقتي؟ انت بتقولي ايه؟ امبارح وانا بعمل الواجب بتاعي التليفون رن، ايه الحاجة كانت مستمرة؟ كنت بكتب الواجب، ايه الحاجة اللي قطعتها؟ رن التليفون. بالظبط، يبقى كده اهو، ان انا كنت بعمل واجب ده كان حاجة مستمرة كده، وجات ايه التليفون رن فده اللي قطعها. فاللي تحت ده المستمر ده هو بنحطه في past continuous. طب اللي جه وقطعه ده هو العارض اهو، ده هو اللي بيتحط في past simple. تمام، واضح يا جماعة بالنسبة لكم كلكم؟ يبقى الحاجة كانت مستمرة كده هي دي تتحط في past continuous. طيب جت حاجة تاني كده وقطعتها في النص، دي هتبقى في past simple. اوكي يا جماعة، اتفقنا past continuous بتكون من verb to be plus ال ing، اما ال past simple بتكون من subject والتصريف التاني للفعل. طيب عندنا شوية روابط كده بتربط الجملة بتاعة ال past continuous مع جملة ال past simple. قال لي عندي كلمة while، يعني بينما أو أثناء، و as و just as، يبقى while as just as معناهم ايه؟ بينما أو أثناء، دول التلاتة شبه بعض، بيجي الجملة اللي لازقة فيهم، اللي لازقة فيهم أيا كان هما فين في الجملة بتبقى هي لازقة فيهم. الجملة اللي لازقة فيهم على طول دي هي جملة الماضي المستمر، تقول بينما كنت بعمل كذا 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 حصل كذا. شايفين؟ يبقى ده حاجة كانت مستمرة اهو، أثناء كذا 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 حصل كذا. تمام، يبقى كده اللي كان مستمر اللي هو زمان الماضي المستمر هو اللي لازق فيهم. طب الجملة البعيدة، الجملة البعيدة دي هي الباست سيمبل. فقال لي while we were waiting to go into the museum،
بينما احنا كنا مستنيين ان احنا نروح المتحف I saw my friend Amir. في حاجة كانت مستمرة ان احنا كنا مستنيين، صح؟ ده حاجة كانت مستمرة. ايه الحاجة اللي قطعتها؟ ان احنا شفنا صديقي أمير، يبقى شايفين اهو so في التصريف الثاني الفعل، اما المستمر اهو verb to be plus ال ing. تمام، يبقى دي الجملة اللي لازقة في while. طيب لو عايز اجيب while في النص، قال لي هتاخدي while كده بالجملة بتاعتها اللي لازقة فيها دي بتاعت الماضي المستمر، تروحي تطلعيها بره كده، ناخد الجملة كلها كده بوايل ونطلعها بره. ده ليه؟ عشان نحط وايل في النص، فبالتالي كده جملة الماضي البسيط بقت هي اللي قبل وايل، صح؟ فبقت عندي ماضي بسيط بعدين وايل بعدين ال past continuous الماضي المستمر. فلو غيرنا الجملة دي بقت ايه؟ I saw my friend Amir while we were waiting to go into the museum. يبقى فضلت الجملة بتاعت الماضي المستمر هي اللي لازقة بعد while على طول. تمام، وجملة الماضي البسيط هي البعيدة عنها. yes هو انا طبي فصل فما حضرتش بقية الشرح، بسمعي بقى فممكن التسجيل تعدي. عشان حتى بتخلص خلاص كان الحق للأسف. تمام. بسمعي التسجيل لما ينزل. طيب عندنا هنا وين، عندما قال لي وين هنا عكس وايل. تمام، وين عكس وايل، يبقى وايل كانت الجملة اللي لازقة فيها هي ال past continuous، صح؟ طيب يبقى وين يا مس، قال لي وين بقى هيلزق فيها جملة ال past simple، يبقى وين ايه عكس وايل، وين هي اللي لازقة فيها الجملة الصغيرة، لأنها تقولي عندما رن الهاتف أنا كنت بذاكر. شايفين؟ حتى لو قلناها بالعربي هتلاقوها شبهها بالإنجليش، لكن لو قلت وايل أقول بينما كنت أذاكر رن الهاتف، عندما رن الهاتف كنت أذاكر. شايفين؟ يبقى هما عكس بعض، يبقى وين عكس وايل، بتيجي بعدها ال past simple الأول وبعدين الجملة البعيدة عنها هي ال past continuous. فقال لي when I saw أحمد، لما شفت أحمد he was playing football، يبقى أحمد كان بيلعب فوتبول، ده هو اللي كان حدث مستمر. طب ايه اللي قطعه؟ ان انا شفته. تمام، بس هنا ايه ال past simple هو اللي بيجي بعد وين على طول. طب لو عايز اجيب وين دي في النص، مين يعمل لي، مين يجيب لي وين في النص؟ بس على مين جملة ايه؟ يعرف يجيب لي؟ أنا بس أحمد سو لا 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 لا، هتبقى he was playing football with When he was playing he saw no no no، لا في بنوتة كانت بتجاوب، كملي. he was playing football when أحمد سو when سو أحمد When السلام I عليكم. saw him، وان when اي I سو saw him. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيتشر دخلت، ممكن يا تيتشر معلش دقيقة واحدة، 1 minute بس. ماشي يا ميس، بس ما تطوليش عشان عندهم بس النهارده امتحان. معلش. حاضر، من عيني. يبقى هنا يا جماعة احنا عملنا ايه، جبنا وين في النص. تمام، فهنقول ايه، هناخد وين بالجملة بتاعتها دي كلها كده وهنطلعها بره، هنغير بس الضمائر تبقى ايه، احمد، احمد was playing football when I saw him، يبقى احنا غيرنا الضمير، هي ده بدأنا بيه جملة فخلينا هو ايه احمد. تمام، وخلينا احمد him، فبقت ايه، احمد was playing football when I saw him. تمام، واضحة؟ يبقى أنا إيه يا جماعة، جبت when بالجملة بتاعتها اللي هي ال past simple طلعتها بره، وإيه أو دخلتها جوه وطلعت إيه ال present ال past continuous بره. أوكي، يبقى أخدنا تمام when هي وال past simple دخلناهم جوه وطلعنا ال past continuous بره، يبقى كده وين ووايل عكس بعض، وايل بيجي بعديها ال past continuous وبعدين الجملة البعيدة عنها بتبقى هي ال past simple، أما وايل أما وين بقى عكسها، يبقى ال past simple هو اللي لازق فيها وال past continuous هو اللي بعيد عنها. واضح؟ تمام بص التيتشر دخلت آخر جزئية دي، أشرحها لكم المرة الجاية قبل الامتحان.
ونحل ال exercise on language homework. تمام؟ تمام. اوكي. اوكي، لو في اي حاجة مش عارفينها بقى اسألوني عليها على جروب الهومورك ان شاء الله. goodbye باي bye باي. bye